الساعة الآن 5 فجرا ومنطلقين من إنجلترا بريطانيا إلى اليونان وثم إلى تركيا. أول شيء راح أعمله وحركب هذه هنا في القيادة لأنها سلسة وأيضا هنا خليته صفر. ماهر هل احتجت أنت تعمل أي شيء تطعيم أوراق؟ نعم احتجت لأشياء كثيرة. بريطانيا من الدول اللي هي المحظورة لأنه يوجد فيها الدلتا النوع من الفيروس اللي هو الدلتا جاي من الهند لأنه يكثر الهنود هنا. فحتى لو أنت مطاعم أو غير مطاعم لازم تعمل PCR تيست اللي هو بوليميريز تشين رياكشن عشان تثبت أن أنت ما عندك كوفيد. لازم تعمله يعني صالح لمدة 3 أيام فقط. فإحنا تاخده وتسافر على طول لأنه إحنا محتاجينه لكل دول أوروبا تقريبا. ها وصلنا إلى دوفر إخوتي بعد 1.5 ساعة من السواقة. هي دوفر الميناء. دخلنا الميناء بسرعة. Can't you see I'm talking on the phone, mate? طلبوا مننا الأوراق جماعة. طلبوا الكوفيد تيست وطلبوا أيضا طبعا أوراق الرحلة وهكذا. وبعدين فتشوا السيارة من الداخل تفتيشة سريعة يعني. هات ندوق البيض بتاعهم شو بيعملوا إزاي. الاكل هنا في هذا الدي اف دي اس ببلاش. بيونو فيري لو يعطي لك شلينك. من بريطانيا الى فرنسا اخذنا تقريبا 89 مايل. ما بتقول لك خلي شويه الشباك مفتوح نسيت باي وايرس. اوكي ماما تاكسي بيقول افتح الشباك حتى ما تدخن لانه فعلا الدنيا اصبحت حاره. جماعة كنا في بريطانيا جايين من جو بارد جدا وانا لابس جاكيت والان درجه الحراره 25 درجه مئويه. راح ندخل الان نعبر بلدين يعني من فرنسا راح ندخل على بلد اخر وهو بلجيكا وشوفوا ماذا يفرق بين البلدين. لا حدود ولا شيء الا هذه العلامه اخوتي واخواتي. ها هي دخلنا على بلجيكا. رحله من فرنسا الى بلجيكا تقريبا نص ساعة هيك. يوجد بقر كبير يعني عم شفت بقر هكذا كأنه والله فيل. بصور لكم أخي حكيم بسيارته. للأسف وأنا بركن سيارتي خبطتها زعلت عليها. الجو الآن أصبح تقريبا 28 درجة مئوية. أخي حكيم بينشر الستائر داخل سيارته طبعا حتى ينام. سكتنا مطرة شديدة. درجة الحرارة قربت من 31 في بلجيكا وهي أزحم مدينة أو بلدة في العالم كله بلجيم. عمرك ما تأتي بلجيم إلا في منتصف الليل حتى تتفادى الزحام. اقتربنا من ألمانيا. حر جدا صراحة حر ما ده. احنا لسه رايحين اليونان رايحين تركيا هناك حر أكتر مش عارف تستعمل حر هنا ابو 25 وراح اليونان اللي هو حر 40 34 كم 34 مستحيل. وجدت الحل يا اخوتي اخيرا. من المانيا نحييكم. دخلنا على المانيا بعد ما سوقنا مسافه 300 مايل من بريطانيا. طبعا ما حسبنا المركب يعني المركب فيه كمان 100 مايل يعني في الاخر 400 مايل. دخلنا على المانيا في منطقه اسمها اخن. اخن منك اخن. لاحظت شيء غريب في هذه السياره هي انها اقتصاديه. ما كنت متخيل انه سياره اقتصاديه لكن لو رايت معي هنا من اول ما عبيت من انجلترا ب 50 باوند ما زلنا قبل النص. هاي المانيا اخوتي في الطريق المسيار او الطريق السريع. هل اسمه طريق المسيار ولا هذا الزواج المسيار؟ والله ما اعرف صراحه. ما رايك في هذه الرحله؟ اتسي نتا تاكسير يا ماري نخالارونس نميم يعرفونس نميم جالس يا بدأت تشتي اخوتي. هذا هو الجو اللي بيعجبني. لا حر كتير ولا برد كتير مع مطر خفيف. نحن الان عبرنا اخن شوي. سحابة مشرومية عجيبة اخوتي هنا في المانيا. ما أعرف هل هذا مصنع أم ماذا يفعل بالضبط. الساعة الآن تقريبا 6 مساء وقفنا هنا شوي حتى نرتاح ننام شوي. فاكرين هذه السحابة اللي كنت بوريها لكم الغرفة النوم. ها هي ننام لهيك ربع ساعة نص ساعة أو ساعة وبعدين نصحى نكمل الرحلة. نسوق الآن في الأوتوبان وأنا ماشي على سرعة محترمة الصراحة يعني سرعة تقريبا 110 هذا 180 أكيد وصل هذا إلى بيته خلاص.
اللي هو الشمال، بتكلم على الشمال، يا واحد تاني جاي 200، شوفوا اللي جاي هذا يا جماعة، والله بتفرج عليه خايف، هذا ماشي 200 وصل خلاص، يعني أنا ماشي على 100 وهو سبقني راح اختفى عن الأنظار. أخي حكيم توقف، أعتقد فأس العجل اتخرم العجل يا أخي. ما زلنا في ألمانيا والمناظر جميلة جدا هنا. جئنا على الأوتيل في نص الليل وحنام هنا لأول ليلة في ألمانيا.